إن ألف لام ميم لا يسأل عن معانيها، لأن حروف المباني لا دلالة لها إلا على منطقها الصوتي فقط. وقلنا إن ألف ولام وميم أسماء لمسميات، فألف مسماها آ، ولا مسماها لا، وميم مسماها ميم. والذي ينطق بالكلمة من الأميين أو من المتعلمين يستوي مع الآخر في النطق باللفظ، ولكن الخلاف في أن المتعلم يستطيع أن يتهجى ما نطق به من لفظ فيخرجه إلى مكوناته من حروف البناء. إذن فاسم الحرف لا يعرفه إلا المتعلم، ومسمى الحرف يستوي فيه المتعلم وغير المتعلم. فكتب مثلا ينطق بها الاثنان، ولكن المتعلم فقط هو الذي يقول إن لفظ كتب مكون من كاف، هذا هو اسم كا، وتاء وهذا هو اسم تاء، وباء وهذا هو اسم باء. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أميا بشهادة الجميع وبإقرار الجميع ثم نطق بأسماء الحروف، من الذي أنطقه بها وهو غير متعلم؟ لا شك أنه تلقاها من الحق هكذا ليكون إعجاز من نبي أمي نطق بما ينطق به المتعلم، مع أنه بشهادة الجميع لم يجلس إلى معلم. وإذا كان الإنسان يريد أن يحوم بفكره وبخواطر صفائه حول معطيات هذه الحروف في أوائل السور، فإن العلماء قد خاضوا في ذلك كثيرا، وكل أخذ منها على قدر استعداد صفائه، ولا يدعي أن ذلك هو الحق المراد، بل يقول بعدها دائما والله أعلم بمراده. ولذلك تجد مثلا واحد يقول إن ألف لام راء وحاء ميم ونون لأنها تكون اسم الرحمن مثلا، نجي نقول له ده ما يستطردش في كل الصور. وما الذي يتعبكم في أن توجدوا لها معاني؟ لو أن الله يريدها بمعان، الذي يقول ألف لام ميم أنا الله مثلا أسمع وأرى مثلا، لقول له لو كان هذا هو المراد فما الداعي إلى أننا نحن أنا الله وأسمع وأرى ونجيب دي مكان يقولها وتنتهي؟ إذن فلا بد أن يكون لله سر في هذه الحروف. هذا السر في هذه الحروف لا ضرورة أن نعلمه. ليه؟ لأن الانتفاع بالأشياء لا يعني أن تفهمها، فقد تنتفع بالشيء وأنت لا تفهم مكوناته. قلنا أن الأم اللي عايش في القرى يستطيع أن يدير جهاز التلفزيون، دي للموجة ودي علشان تعمل اللون ودي علشان الصوت، الله، من غير أن يعرف لماذا هذا. إذن فالانتفاع بالشيء ليس فرع العلم به، ولكن العلم به فرع صانع الشيء، لكن المنتفع لا ضرورة أن يعرف. إذن فهذه أسرار لله في كتابه تدخل في نطاق المتشابه، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن فالحق الذي قال القرآن حكم بأن القرآن جاء على لونين، اللون الأول محكم
وهو ما يراد به حكم مطلوب من المكلف، يبقى لازم يفهمه ويبقى واضح، لأنه إن فعله أصيب وإن لم يفعله عوقب، فكيف يترتب ثواب وعقاب على أمر لا نفهمه؟ إذن فالمحكمات هي المتعلقة بالأحكام، والمتشابهات المراد أن تكون متشابهة. ليه؟ لاستبقاء أصالة الإيمان المتلقي في نفس المؤمن. إزاي يعني؟ يعني إيه؟ قال لك لأن المتشابه ده بيقف فيه العقل، تقول له والعقل وسيلة من وسائل الإدراك. طيب والعين وسيلة من وسائل الإدراك، والأذن وسيلة من وسائل الإدراك، والأنف وسيلة من وسائل، واللمس وسيلة من وسائل الإدراك. لكن أوسائل الإدراك لا حدود لإدراكاتها، ولا كل وسيلة لها حد؟ هل العين تنظر بإطلاق النظر ولا لها حدود في النظر؟ حدود في النظر. يظل الشيء كلما بعد عنها يتضاءل إلى أن يختفي. إذا رجل عملاق وقف على مسافة طويلة تراه كأنه طفل، ولو طفل قريب شوية تبقى تشوفه أطول أطول منه، ويفضل يصغر 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 إلى أن يتضاءل. وهذا هو السبب في أنك إذا وقفت في شارع من الشوارع تقوم تلاقي الشارع واسع، وبعدين تلتفت تلاقي عمل كده، هو ما عملش كده، هو بعده بس اللي عمل كده. إذا نظرك له إيه؟ حد بقانون المرئيات، وأذنك لها حد بقانون الصوتيات، ولمسك له حد، وشمك له حد، وذوقك له حد. فإذا كانت كل وسيلة من وسائل إدراكك لها حد، فلماذا تريد عقلك أن يفهم بدون حد؟ الله. يبقى إذن لازم يكون فيه إيه؟ يكون فيه حد. أدبك في الحد إن اللي منتش فهمه لا يدخل في نطاق عقلك، فهمك له أن تقول أنا لا أفهمه وتبقى فاهم. يبقى لما تقول ما فهمش ديا تبقى إيه؟ تبقى أنت فهمت. أنا ضربت مثل وقلت هبني، جئت بتمرين هندسة من الذي يعطى في كلية الهندسة لطالب في الثانوي، فأخذ التمرين وقرأه ثم قال لي يا أبي أنا لا أستطيع أن أحل هذا التمرين، فكأنه أداره على القواعد عنده فلم يجد قاعدة مما يعرف تحل هذا التمرين. يبقى فهم ولا ما فهمش؟ يبقى فهم. طب وإذا أخذه ولد آخر وظل طول يومه يقول المطلوب والمطلوب إثباته، ويقعد يلخبط ويبقى مش عارف إيه وبتاعه، يبقى فاهم ولا مش فاهم؟ يبقى إذن العجز عن الإدراك إدراك. ساعة تعجز عن الإدراك فيما لا يدرك تبقى أدرك، تبقى فهمت، تبقى إيه؟ فهمت. ساعة ما تجعل لعقلك حد نقول له تبقى أنت فهمت بقى. يبقى يريد الحق أن يقول كل وسيلة من وسائل الإدراك لها حد ولها قانون، فكيف تريد عقلك بدون حد وبدون قانون؟ يبقى لازم تعمل لعقلك حد. أهو المتشابه جاي عشان يوضع لعقلك إيه؟ يقولك ده ما ينفهمش. وأيضا فهل كل إدراك من إدراكاتك حر في أن يدرك؟ قد تدرك، ولكن يحرم عليك أن تدرك. أنت تقدر تدرك، إنما يقول لك إيه؟ ما تدركش ده، ما تبصش للمرأة الحلوة دي. أنت تقدر تبص، يبقى قد تقدر ولكنك تمنع. ده يؤكل وده ما يؤكلش، ده يزاق وده ما يزاق، ده يلمس وده ما يلمسش كذلك. طب ومهمة عقلك إيه؟ مش الفهم؟ برضو ده يفهم وده ما يفهمش. ده يفهم وده ما يفهمش. ولذلك عدم الفهم هو الاختبار للإيمان، لأنك كونك تتعبد بشيء كده أنت ما أنتش عارفه إيه دليل على إيمانك بمن كلف، دليل على إيمانك بمن كلف. ولذلك اقرأ بقى، اسمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم
فما عرفتم من محكمه فاعملوا به. كلمة اعملوا به يدل على الفهم. وما لم تدركوا فآمنوا به. يبقى إذن المتشابه المراد به إيه؟ مش العمل، المراد به الإيمان. يبقى حين تخوض لتعرف، نقول لك انت بقى تنقض الإيه؟ تنقض المسألة. يبقى ربنا لما قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، يقعدوا يخوضوا بقى في المعاني ويقعدوا يتكلموا خلاص. والراسخون وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، مش عايزين نفهمه، احنا آمنا هو قال كده وخلاص انتهينا. هنستفيد من سر ما فيه بسر قائله لا بسر فهمنا له، بسر قائله لا بسر فهمنا له. يبقى خدنا ايه؟ استدمنا عملية الايه؟ عملية اليقين الإيماني. وإلا فلو أن كل واحد ما عملش اللي يفهمه يبقى عقلك هو المعبود. إنما لا، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، كل من عند إيه؟ ده من عند ربنا وده من عند ربنا، ودي له حكم إننا نفهمه وده له حكم إننا ما إيه؟ ما نفهموش. عدم فهمنا له لا يمنعنا من أن نستفيد من سره. إحنا قبل أن نفهم إن الأرض كرة وبتدور والعملية دي كنا مستفيدين من هذه ولا مش مستفيدين؟ علمنا بها ماذا زاد من فائدتنا؟ إذن فنحن نستفيد بأسرار الله في متشابه كتابه، فهمناها أو لم نفهمها. شهوة العقل بقى هي اللي إيه؟ اللي بتدور علشان تريح كده نفسها بما إيه؟ بما عندها. نقول له ما فيش معنى، أهدي إحنا عرفناك إن دي أسماء حروف وما يعرفهاش إلا المتعلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم أمي، تبقى دي بقى يعني ريحة كده. إنما هل هذا كل شيء؟ مش كل شيء، لا. نقول له كمان القرآن ده جاي منهج ولا منهج ومعجزة؟ جاي منهج ومعجزة معا. احنا قلنا كل الرسل كان لهم منهج ولهم، والمعجزة مفصولة عن مين؟ عن المنهج. لكن ده المنهج والايه؟ والمعجزة شيء واحد. ليه؟ لان الرسالات السابقة كان المطلوب منها زمن محدود في أمة محدودة، وده دين مطلوب منه عموم الزمان وعموم المكان، تبقى لازم المعجزة له باقية. المعجزات التانية مش باقية على قد الزمان، انما ده علشان هتقوم الساعة عليه يبقى لازم معجزته ايه؟ ما يمكنش تكون ابدا من جنس الكونيات، لان الامر الكوني يحدث مرة واحدة كما قلنا عود الثقاب يشعل مرة واحدة، اللي شافه مشعول مشعول، واللي ما شافوش مشعول يبقى خبر من الاخبار. إنما القرآن مش كده، يبقى لازم معجزة باقية، لا يمكن إلا أن تكون من جنس المعقول، من جنس المعقول. طيب ما دام معجزة باقية، قلنا إن هو بس مش جاي يتحدى العرب، لأنه ارتقى في التحدي عند العرب ثم تجاوز عنصر العرب وتحدى الإنس جميعا، ثم تجاوز عالم الإنس وتحدى الجن أيضا، يبقى فيه مجال لبقى للإعجاز أكتر من كده. ده الأول قال لهم هاتوا مثله، يعني مثل القرآن، ما عرفوش. قالوا هاتوا 10 صور، ما عرفوش. قال هاتوا صورة، ما عرفوش. الله، يبقى قاعد شوف بيترقى وياهم في إيه، من الأكثر للإيه، للأدنى وللأقل. وبعدين قال أنا مش بتحدى كنتوا بس، أنا بتحدى كل الإيه، كل الإنس، يعني بكل اللغات، مش اللغة العربية بس، في اشياء كتير هتحدى. كلام كويس. وبعدين مش هتحدى دول بس، انا هتحدى مين؟ هتحدى الجن. وكلمة تحدي الجن دي لها ملحظية في القرآن. ملحظية ان العرب كانوا قديما يظنون ان كل شاعر بليغ او اديب فصيح له شيطان من الجن يعلمه. يقول لك ده شيطانه، اكنهم فاهمين ان الشياطين أقوى مننا في هذه العملية، ولذلك يسموها وادي عبقر. وادي عبقر ده وادي الجن، وادي الجن. ولذلك يقول لك فلان عبقري،
كلمة عبقري يعني ايه؟ يعني منسوب الى وادي، وادي عبقر اللي هو بتاع مين؟ بتاع الجن. يعني الموهبة بتاعته تسامت عن معاشر الانس وخدت من مين؟ من الجن. ادي السبب في انه كله شاعر وكله ايه؟ شيطان. فقال لهم طيب ان كان لكم شياطين انا كمان بتحدى الشياطين، بتحدى الجن، هاتوا بشياطينكم، هاتم يا ادباء ويا شعراء، هاتوا بشايه؟ بشياطينكم. اذن فالارتقاءات في هذا التحدي كان يجب ان نعلم انه ما دام قد تحدى العرب اولا لانهم هم المباشرون لصيحه الدعوه، هتحداهم من جنس ما نبغوا فيه اللي هو الفصاحه والبلاغه ومش عارف ايه. ساعتها يتحداهم بالفصاحه والبلاغه. لما تتحدى واحد لازم تديله الامكانيات اللي عندك، انما تتحداه وانت معك امكانيات اقوى منه يبقى التحدي ما ينفعش. يعني ايه؟ مثلا نوضح دي شويه. عايزين نشوف مين اللي نسيجه مثلا يكون رقيق كده وناعم، نقوم ندي الواحد حته ايه؟ قطن، والواحد حته صوف، والواحد شويه ايه؟ حرير از، ونقول لهم بقى اغزلوا اغزلهم وانسجوا لي حاجه كده وهشوف مين اللي الجميل. نقول له ما ينفعش، لازم يا تدينا كله يا صوف، يا تدينا كلنا حرير، يا تدينا كلنا قطن، ما تديش واحد صوف. اذا الصنعه الناشئه من ماده لازم تكون الماده ايه؟ متحده. فلو ان القران الذي تحدى به الله العرب من ماده بنائيه من حروف مبان وكلمات غير العرب كنا نقول له الله اصل ما انت جايب كلام من نوع تاني. طب احنا قال لهم لا، من جنس الايه؟ الكلام بتاعكم والحروف بتاعتكم هي هي الالف واللام والميم والطاء والسين والحاء والميم، هي دي حروف مبانيكم ولا لا؟ اذا انا لم اتي بكلام بحروف مبان جديده، ولم اتي بكلمات جديده، وانما اتيت بحروف من حروفكم وبكلمات من كلماتكم، فلماذا كان نظمي اقوى وابلغ من نظمكم؟ الماده واحده، يبقى الصنايع مش واحد. يبقى الصانع مش واحد، ما دام جبنا صوف وبعدين طلعنا بقى النسيج يبقى ليه نسيج ده طلع احسن من دي؟ الصانع مش واحد، انما الماده واحده. فكأن الحق يقول ان القرآن الذي اعجزتكم به وتحديتكم به لم ابنه من حروف غير حروفكم التي بنيتم منها كلامكم، ولم آت بكلام جديد، وانما جئت بتركيبات جديده. يبقى إذن التفوق في البلاغة والتفوق في النظم والتفوق في الفصاحة ليس من طبيعة المادة التي صنعنا منها، فالمادة واحدة، ولكن لأن المتكلم مختلف، المتكلم خلق هنا والمتكلم خالق هناك. يبقى إذن ده دليل الإعجاز الإيه؟ الإعجاز الصح. ولهذا لو نظرت إلى أي أديب مهما بلغ علو كعبه في الأدب تجد يضمن كلامه معاني ولا يزيد. إذا قرأتها بعد 10 سنين هي المعاني. لكن القرآن اللي لا تنقضي عجائبه كل يوم نقرأ فيه وتطلع له معاني جديدة. دي إيش دي؟ ده دليل على أن المتكلم مش عادي. ودى العصر اللي نزل فيه القرآن معاني، ودى بعد قرن معاني، ودنا في القرن 20 معاني، وحيدينا قبل قيام الساعة معاني. الله، ازاي دي تيجي؟ قول له يا اخي دي كطبيعة الخالق وانت بتتكلم كطبيعة المخلوق. المخلوق حين يأخذ من مادة الكون ويصنع صنعة ايستطيع ان يعطي لصنعته الحياة؟ لا. زي ما قلنا إن عمل من الرمل وصهره وعمل كباية هتفضل كباية طول عمره. ما نقدرش نجيب ذكر كباية وانتاية كباية ونقول لهم باتوا ويا ليلة ويا بعض عشان تطلعوا لنا شوية كباب صغيرين، ما يمكنش. كذلك أنت تأتي بالحروف وبالكلمات فتكون منها كلام فيجمد على ما أردته أولا ولا يزيد شيئا.
لكن الله حين يأخذ من هذه الكلمات يعطيها الحياة فتظل تعطي عطاء كل يوم، عطاء جديد، لأن هو ده الفرق بين أن يأخذ الله فيخلق وبين أن يأخذ خلق الله فيخلقون. ولذلك أدي لا تنقضي عجائبه من هذا الإيه؟ العجيب بقى أنك أنت إذا شفت الحروف اللي هي موجودة تجدها 14 حرف، يعني نصف حروف المعجم. حروف المعجم 28 والحروف دي كام؟ 14. وجدت اصطلاحات لم تكن موجودة قبل نزول القرآن في تقسيم الحروف. يقول لك ده حرف حروف رقة، ودي حروف تفخيم، ودي حروف مستعلية، ودي حروف مستفلة، ودي حروف رخوة، ودي حروف شدة، ودي مقسمينها ايه. تقوم تمسك الاقسام اللي هم قسموها تقسيم جديد بعد نزول القرآن، تقوم تجد ال 14 حرف واخدة نصف كل قسم من هذه الحروف. كأن ربنا مدينا عينة المكونات للقرآن، العينة للقرآن مكون منها. ولذلك بعضهم قال لك يا أخي يفهم في بعض أوائل السور ألف لام ميم ذلك الكتاب، يعني ذلك الكتاب هو من إيه؟ هو من ألف لام ميم دي بتاعتكم دي، من إيه ده إيه؟ مش كده؟ الله. إذا ياسين والقرآن الإيه؟ طه ما أنزلنا عليك القرآن، إذا كلها متعلقة بالإيه؟ بالكتاب. يبقى إذا معنى ذلك إن القرآن جاي من جنس الإيه؟ من جنس الحروف. لكن هذه هي كل المعاني؟ لا، ده اللي استطاع العقل أن يحوم حوله من الإيه؟ من المعاني. وستظل لله فيها أسرار عطاءاتها تستمر مع الكون كله إلى أن تقوم الساعة.